ارتفاع جديد في أسعار الخدمات في مصر جاء هذه المرة عبر فاتورة الكهرباء. وزير الكهرباء محمد شاكر كشف وخلال مؤتمر صحفي الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء والتي من المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من فواتير سبتمبر المقبل بعد أن اعتمد مجلس الوزراء التعريفة الجديدة لبيع الكهرباء. شاكر نفى الربط بين رفع الدعم التدريجي عن الطاقة في مصر بحلول عام 2019 والمفاوضات الراهنة التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يدعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من التضخم وانخفاض سعر العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية. لا علاقة، احنا فندم قمنا من سنتين بالضبط في سنة 2014 والكلمة حتى كان ابتداء من إبريل 2014 وتم تطبيقه من 1/7/2014، واللي احنا بنعمله النهاردة هو ضبط قيمة التعريفة طبقا للمتغيرات الجديدة اللي حصلت، لا علاقة لهذا الأمر بأي شيء تاني. الارتفاع الجديد في فواتير الكهرباء أدى إلى زيادة حالة الغضب بين العديد من المصريين خاصة محدود الدخل منهم، والذين عبروا عن استيائهم مما أسموه الارتفاع الجنوني في فواتير السلع والخدمات. يا ريت عندي كهرباء، بس كهرباء ومية وما فيش مرتبات والدنيا ما فيش. مش عارف اعتماد أسعار كهرباء إيه. يا ريت حتى تبقى عارف يعني إيه. يعني أنا ما عنديش مانع أن أنا أدفع، بس أدفع اللي أنا استهلكه. يعني ناس برضو فيها على فكرة الشارع فيه غليان. ويتخوف مراقبون من التبعات السياسية من زيادة أسعار الخدمات ومن تأثيرها على الطبقة المتوسطة في مصر. لجوء الحكومة إلى رفع الدعم في دولة فيها أكثر من 27% من سكانها فقراء يهدد بمخاطر جسيمة. نحن نقول أن الالتزام بروشتة صندوق النقد الدولي برفع الدعم، بتقليل نصيب الموظفين في الأجور، بخصخصة الأصول العامة للدولة، له مخاطر ليس فقط اقتصادية ولكنها مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة. الأسباب الحكومية لرفع أسعار الكهرباء في مصر يقابلها حالة من الاستياء والغضب بين العديد من المواطنين في وقت يحذر فيه مراقبون من مزيد من الإجراءات لرفع الدعم خاصة في مجال الكهرباء في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية التي يمر بها المصريون. محمد عبد الله، الحرة، القاهرة.